بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة
ولا تظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ما أصابك من حسنة
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. ما أصابك من حسنة فمن الله. حاضر. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك من رسولا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما
أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة ويقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رد ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. صلى الله عليه وسلم. فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها.
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا. لا ريب فيه.
ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا الله لا أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وصدق الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حين قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كانت هي التلاوة من سورة النساء وهي السورة التي قرأها الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود على حضرة النبي محمد حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له حضرة النبي محمد يا ابن مسعود حسبك فقد بكت عيني وخشع قلبي بكلام ربي. كانت هي التلاوة بصوت العلم القرآني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك علم محافظة الغربية والمقيم بمدينة القاهرة تكريما لأمنا عليها من الله فيوضات الرحمة وسعة المغفرة
مشاركة لأسرتها الكريمة وموم عائلة آل خاطر بالإثيوة بعموم قرى ومراكز محافظة الشرقية. ليلة تكريم حرم الراحل الكريم الحاج سعد خاطر عليه وعليها من الله فيوضات الرحمة وسعة المغفرة، مشاركة لأجلها المغفر الحاج صلاح سعد خاطر، وإلى الوالد الكريم الحاج محمد عيسى خاطر، وإلى